هو دلوقتي المفروض ان هو في الاقصر، مظبوط، هو واسرته. يا فندم، هو خلص زيارات الأقصر ما بين معبدي الكرنك والأقصر، ثم وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت، وبدأ النافيجيشن أو الإبحار باتجاه إدفو وقومامبو، مرورا بالكاب وصولا إلى أسوان. عاملين له برضه حاجات خاصة جدا في أسوان، معبد فيلة، معبد الرائع الجميل، عاملين له صوت هدوء لوحده هو وأسرته، عرض خاص ليه مقفول. وبعد كده هيختتم زيارته إن شاء الله بما أسميه دائما العجيبة الثامنة في عالم معبدي أبو سمبل، وبطريقته الخاصة بعد ما تنتهي الزيارة في معبد أبو سمبل يتوجه إلى برشلونة للعودة. هي نعم الرحلة أتمنى من ربنا إن يظل مردودها كما أراه في السوشيال ميديا، وكما أراه على صفحته الخاصة، وكما أراه على موقع مانشستر سيتي. الحقيقة ردود الأفعال تعدت 50 مليون مشاهدة، صحيح، نعم والراجل ليه متابعين في العالم كله. فأتمنى من ربنا فعلا تكون زيارة مثمرة قدرنا نجد فيها مجهود كبير جدا. استضاف شركتنا الأستاذ عرب عتريس شريكي وأخويا في الشركة. عايز يا جماعة من فضلكم كمان لو تسمحوا لي أشكر وزير السياحة الأستاذ أحمد عيسى، لسه في التليفون معايا من شوية، بيعرف كل خدمات الوزارة بيضعها تحت تصرف الشركة والتعاون مع القطاع الخاص. نعم أشكر عمرو بيه القاضي كمان هيئة تنشيط السياحة اللي بيساعدونا بعض الحاجات الخاصة المتعلقة بالزيارة. نعم الشعب المصري اللي أبهر الراجل الحقيقة، يعني واخد بالك ببساطته وبروحه وبخفة دمه.